بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. والمباراة الأولى لدور قبل النهائي البطولة الجالية السورية 2022 من قاعة نادي الغرافة، مباراة مؤهلة للمباراة النهائية، مباراة لا تقبل القسمة على اثنين. سفراء الشمال السوري أمام فريق النادي الحمصي، رابطة المهندسين أمام سفراء الشمال السوري. مباراة قوية، مباراة طبعا سيفوز فريق واحد هو من يصعد إلى المباراة النهائية. ضربة حرة، فاول في بداية اللقاء. أعزائي المشاهدين، فاول وضربة حرة أولى، إن شاء الله ما فيش حاجة. ألف سلامة، ألف سلامة. اللاعب المميز عزيزي المشاهد من رابطة المهندسين، اللاعب رقم 10، إن شاء الله تكون بسيطة. لكن هنا صافرة حكم اللقاء بالضربة الحرة. ضربة جزاء، ضربة جزاء. الهدف الأول، هدف أول، جول 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 جول. الهدف الأول أعزائي المشاهدين بواسطة عبد الفتاح من ضربة جزاء، في مع مرور الدقائق الأولى من اللقاء. مباريات نصف النهائي دائما لها طعم آخر، لها طعم تاني مختلف. مباراة إكوال، ودي فرصة تانية لسفراء الشمال، لكن المرتدة رايح 2-1، فرصة لكن طويلة طويلة خارج الملعب. المباراة بدأت سريعة، بدأت ساخنة. مرة تانية محاولات لتأكيد الجول، وفتح من على الوينج اليسار، ولكن رمي ضربة ركنية، ضربة ركنية. ولسه لازالت المحاولات، وطارق بيتلقى العلاج بعد إصابة مبكرة، لكن أصفرت عن جول من ضربة جزاء. سفراء الشمال، سفراء الشمال، والمحاولة، ولكن ضربة، الضربة الركنية لسفراء الشمال في محاولة لتعويض بعد ما خطفوهم بضربة جزاء. سلمان، سلمان على الضربة الجانبية، ضربة التماس، ولكن عادت لحارس المرمى محمد. البحث، البحث عن الثغرات، البحث عن المحاولة. هنا طبعا حكام دوليين، يستعانت الجالية السورية هنا حكمين، حكام الصالات، حكام دوليين قانونيين من الاتحاد. طبعا هناك طبعا استفسارات ومناقشات ما بين اللاعبين. مرة تانية المحاولات هنا متواجدة، اعتراضات طبعا، حماس كبير، حماس كبير من اللاعبين. مباريات طبعا لا تقبل الهزيمة، لا يقبل الخسارة، حقه طبعا. إذا سلمان، سلمان هيبني هجمة جديدة، سلمان في هجمة جديدة، في محاولات، حماس كبير طبعا، لأن لسخونة البطولة، البطولة طبعا، البطولة قوية، واخدة شكل، شكل منافسة كبير، الجميع يحلم بمباراة نهائية.
مرة تانية المحاولات، ولكن اللعب طبعا اللعبة هيصبح أقوى من فريق سفراء الشمال. فرقة منظمة جدا، عندها حماس كبير. وسلمان، سلمان على الأرض، ولعب ناصر، عبد الناصر، سلمان هات وخد، سند عليه لكن ما رجعتوش، في ضغط دفاعي قوي من فريق المهندسين المتقدم بهدف للا شيء حتى الآن. مرة تانية طولية لكن في المنطقة الفاضية. كابتن جناوي بيؤكد على مكان خروج الكرة وضربة، ضربة تماس. مرة تانية سلمان بيسند عليه، تاني محاولات، رايح فرصة، لكن هنا التكتل الدفاعي صعب يا العاصي، صعب يا عبد الناصر انك تخترق كل ده، لكن هو صاحب مهارات كبيرة، مقاتل فعلا. لكن وصل، وهنا الأوبستراكشن. كابتن أحمد الحكم الدولي الثاني هو من أشار صافرة بالخطأ والفاول، فاول جديد. أعزائي المشاهدين، لازال التقدم بهدف نظيف حتى الآن. إشارة كابتن أحمد إن ما ينفعش تلعب الكرة غير لما بعد الصافرة أو بعد إشارة الحكم. سلمان مباشرة في المرمى، ولكن ضرب التماس. مرة تانية ما فيهاش حاجة فعلا، مرتدة، فرصة كبيرة، فرصة في هنا، وهناك كارت، وطبعا فاول. سلامات لعبد الفتاح، الحماس الزائد طبعا. كان تاكلينج اتلعب على رجله، فهناك ضربة جزاء تانية لفريق رابطة المهندسين. في فرصة لتأكيد التقدم، جول. راتب الوكيل، والهدف الثاني، عزيزي المشاهد، 2-0، هدفين، والهدفين من ضربات جزاء. حماس طبعا، حماس زائد، لكن في الأخير هي 2-0. ضربة تماس، إشارة كابتن جناوي الحكم المميز، هنشوف هتكون ايه الإشارة. مرة تانية سلمان هو جول هيعمل ايه، لكن على طول الدفاعات القوية، وتعود مرة تانية فرصة المرتدة، الكونتر اتاك رايح، لكن لسه الكورة لسه معاه، رايح تاني فرصة، لكن مقفولة الزاوية. اللعب بسريع، طولية، لكن مين فتح له؟ حب يدخل في المنتصف، والمطالبة بالفاول، وبالفعل فاول للغزال محمد المعين. والضربة الحرة، ضربة حرة هذه المرة لفريق سفراء الشمال السوري. ضربة حرة لفريق سفراء الشمال أو رسام الفريق المايسترو، عرضية لكن رجعت له تاني، غمزها بمهارة. هو لازم بيمضي على الكورة، كان محمد المعين مفروض يرجعها له بسرعة، لكن تأكيد هنا مخالفة في ضربة التماس. ومرة تانية محاولة، هي فرصة، لكن بالفعل عبد الناصر العاصي مقاتل. عبد الناصر بيلعب بقوة، بيلعب بحماس كبير بصراحة.
المطالبة بفاول، لكن إشارة حكم اللقاء الضربة الركنية. مرة تانية محاولات خلصها، معركة في الكور المشتركة، حماس كبير من الفريقين، لكن ضربة تماس مرة تانية لفريق سفراء الشمال. سفراء الشمال ما والكرة على الأرض، محاولة للبحث عن صغرة، بيدور على صغرة، بيدور على اللعبة، ادهاله فعلا في منطقة العمليات، لكن لسه فيها كلام، الفرصة لسه موجودة، اللعبة على الجنبين، فتح بالفعل، ولكن الكرة. أعزائي المشاهدين، لازال التقدم بهدفين لربطة المهندسين السوريين على فريق سفراء الشمال السوري. يدرب الفريق سلمان أوسي، فرصة المرتدة، فرصة المرتدة، لكن محمد بالمرصاد حارس المرمى السد، محمد العمر حارس مرمى مميز، وشفناه في أكثر من لقاء هذا الحارس، حارس سفراء الشمال. مرة تانية المحاولات، الدخول، المراوغة، رايح وبطريقة يعني شيك جميلة، مراوغة ومهارة، يا سلام عليك، لكن خارج الملعب. الركنية، لازالت الكرة مع سفراء الشمال، سفراء الشمال وهو في سيطرة في الفترة الأخيرة، السيطرة في الفترة الأخيرة لفريق سفراء الشمال بعد الهدفين اللي جم مبكرين جدا من ضربات جزاء، ولكن على طول صمام الأمان سعد العلي، بس لازم يخلي باله من ضربات الجزاء. سعد حماسه كبير، سعد خارج الملعب، ضربة تماس تاني. رابطة المهندسين في طولية، لسه الكرة في الملعب، ضربة تماس جديدة، راتب على التنفيذ، راتب بينفذ الضربة. خمس ثواني بالفعل، إشارة حكم اللقاء بخمس ثواني. طبعا برافو كابتن إناوي، بينفذ القانون بالظبط بصراحة. فرصة رايح، يا مهارتك يا جمالك يا حلاوتك يا جمالك، يا سلام يا سلام، الباصة في التمام، محمد المعين، عبد الناصر العاصي مستنيها في المكان، والجول الأول، هدف أول لسفراء الشمال. الضغط مستمر، الضغط لازم يولد هنا الفرص، يولد المساحات، وتسجيل للهدف الأول لفريق سفراء الشمال. بقول لحضراتكم هم الأخطر، فريق رابطة المهندسين في يعني جولين من هجمتين في ضربتين جزاء، لكن الفرق الصالح سفراء الشمال أفضل بكتير، مميزين بصراحة. سلمان، يا سلام يا سلام، جميلة لكن تطول من اليسار، و سوف المهندسين للعودة، وتمريرة فيها لمس بالفعل، فيها لمس من أبو سلمان المدافع، التمريرة، ويا سلام على العرضية على الجناح على طول، عاوزة اللمسة السريعة، لكن ضربة تماس جديدة هذه المرة لمصلحة رابطة المهندسين، طويلة، راتب لكن يقطعها على طول وتروح لسلمان، سلمان، وشو حلوة من محمد المعين، يا سلام يا غزال، كانت لو في المرمى كان هيتفرج عليها حارس المرمى. ضغط بطول الملعب، دفاعات قوية بتولد أخطاء على طول فعلا. أعزائي المشاهدين، زي ما أنتم شايفين
زي ما انتم شايفين السيطرة موجودة لفريق سفراء الشمال. مرة تانية المرتدة، المرتدة خطيرة، راتب خطيرة خطيرة، تضيع تضيع، لكن هناك الركنية، ركنية راتب على الركنية، لكن دفاعات قوية. المرتدة، فرصة المرتدة، فرصة التعادل، فرصة التعادل، مين جاي؟ القادمون من الخلف، لازم تردها تاني، طولها معاه، طولها، لكن الفرصة لسه موجودة. يا السلام، لمها حلوة جميلة، روعة روعة يا ابني، حظك يا سلام، عملها ازاي؟ شوف السرعة، شوف على طول، لكن رميت رميت مرمى لفريق رابطة المهندسين المتقدمين بهدفين مقابل هدف. ضربة تماس جديدة لرابطة المهندسين. سفراء الشمال أنا شايف إن هم أقوى بدنيا، لياقة بدنية، دفاعات ضغطة، لكن استغلال الفرص عندهم لسه. شايفين الضغط بيعمل ضغط من اول تلت الملعب، لكن هنا فين البالانس؟ فين الدفاع؟ الاتزان الدفاعي ما يحصلش هنا الاندفاع. شوف فرصة فرصة، لكن صمام الامان موجود. سعد، برافو يا سعد، عمل مرتدة. يا سلام، فرصة فرصة التعادل. لا 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 يا راجل، لا، حرام عليك حرام عليك، كانت فرصة الجول التاني، مش ممكن مش ممكن، فرصة كبيرة اتعملت جميلة جدا من سعد بلمسة واحدة. سلمان اداله هدية، قال له روح وخلص، ما خلصهاش محمد المعين. مرة تانية فريق المهندسين، ضرب التماس، إناوي واللياقة البدنية حكم اللقاء ما شاء الله مع كل كورة. مرة تانية خارج الملعب لصالح فريق المهندسين. مخالفة على طول، مخالفة الخمس ثواني، بيعد عليه الحكم على طول كابتن إناوي، الخمس ثواني لتبديل ضربة التماس والمشتركة. الله، فرصة رهيبة، رايح راح. آه، استعجلت يا راتب، استعجلت يا راتب. سلمان الفنان، سلمان بيديها له هدية، آه، ما طمعش فيها، كنت أنت تخلصها يا عبد الناصر، كانت زاويتك مفتوحة، لكن لعبها بطريقة أحلى، بطريقة أجمل لمحمد المعين، لكن خارج الملعب. بدون شك سفراء الشمال منظمين، رابطة المهندسين هجمتهم خطيرة. أنا شايف تغيير في فريق سفراء الشمال، خروج للمدافع سعد العلي ونزول لهيثم. هيثم صاحب مهارات، عنده مهارات بس ما يطولش الكرة. لا ده طول الباصة سلمان، طول التمريرة، رمية مرمى. مرة تانية المحاولة، محاولة، لكن سلمان هو اللي قايم بالليبرو الآن. فرصة فرصة العرضية، لكن العودة الدفاعية بتحرم الفريق من التعادل. مرة جديدة نزل التيمبو بتاع المباراة، وده طبعا رابطة المهندسين عاوزة كده. فريق المهندسين الفرقة التانية أسرع أقوى، ما يقدروش يجاروهم في السرعة. أهو شايف الخطورة هنا أخطر، استغلال للهجمات لما استغلهاش المرة دي. المرتدة المرتدة، سفراء الشمال، هو حب هو يروح بنفسه، حب يخلصها محمد المعين، لكن تخرج من برة. مرة تانية المهندسين، طويلة طويلة، لكن التغطية من حارس المرمى من محمد مميزة. الهجمة المرتدة مع عبد الناصر، الهات وخد، مستنيها من هيثم. كنت بقول لحضراتكم هيثم بيطول الكرة سنة في رجله، هو عنده مهارة، دايما اللاعب صاحب المهارة يعني بتبقى الكرة غالية عليه، التمريرة بتبقى غالية عليه، بيبصيها بعد تأخير. هيثم في كرة الخماسي هنا
الباص والتمرير السريع، الباصات القصيرة السريعة هي الفايدة الكبيرة اللي بتوصل المرمى، غير اللعب في الملعب الكبير لأن المساحة طبعا أقل. المهارة مهمة، بس مهمة في توقيتات معينة زي دي. عبد الفتاح، عبد الفتاح هي دي اللي محتاجة، محتاجة يقف عليها، لكن خارج الملعب. رمية مرمى لمصلحة فريق سفراء الشمال. مرة تانية اللعبة على الجنبين، اللعبة على الوينج، هات وخد، يلا يا هيثم، يلا يا هيثم، لكن مررها تاني متأخر. بالكعب كده. محاولات جديدة، هيثم، واو يا سلام لما هيثم مررها بسرعة. محمد المعين غزال يا غزال يسجل هدف التعادل. مباراة أصبحت على نار نار نار، على صفيح ساخن. التعادل 2-2 أعزائي المشاهدين، هو سيد الموقف الآن، وتعود المباراة لنقطة الصفر. رجعنا تاني لنقطة الصفر، رجعنا تاني من أول وجديد، والتعادل 2-2. التمريرة فين؟ لكن سلمان، سلمان، والتمريرة تعود. ما ينفعش بقى فريق سفراء، فريق المهندسين يفضل هادي كده. سفراء الشمال هيبقى أخطر، أوقع. يا سلام، حلوة جميلة، والتغطية هنا من محمد حارس المرمى. برافو عليك بالعقل كده، بالعقل صح. برافو لمحمد، محمد لسلمان، سلمان، سلمان خارج الملعب. مع نهاية الشوط الأول عدنا للتعادل، عدنا من جديد، والتعادل 2-2 أعزائي المشاهدين. أيضا تواجد حكام من الاتحاد القطري، حكام مميزين بصراحة جدا، لياقة بدنية وحضور وشخصية. يا سلام يا سلمان، يا سلمان يا سلمان، المرتدة، المرتدة، لكن هيثم على طول. هي دي بقى المهارة، فين الغمزة، فين اللمسة، فين التصويبة؟ هي 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 اللمسة، هي الغمزة، هي الجون الثالث. سفر الجالية السورية في بطولتها الأولى والقبل النهائي، سفراء الشمال في المباراة الأولى يتقدمون، والرمونتادا بعد 2-2 يتمكن الفريق من العودة 3-2. يا سلام، برافو برافو برافو، فريق مميز، روح عالية جدا. أعزائي المشاهدين، سلمان من قمشلي، محمد المعين من صبيخان، ومحمد العمر من دير الزور، وأيضا عبد الناصر العاصي من صبيخان، عبد القادر أو هيثم الفنان اللي معاه الكورة من دير الزور، هو وعلي الخضر، مهند من الحسكة، وسعد من صبيخان. صبيخان، ويا سلام يا فنان، يا سلام، هيبقى جون. طولتها شوية يا هيثم. هو بقى فعلا باين عليه الفتى المدلل في الفرقة دي، مدينه مساحة كبيرة، وهو مهارته عالية بصراحة، هذا الشاب أو الفتى المميز بصراحة. مأزق الآن والتصويبات، لكن خارج المرمى، خارج المرمى. ينزل التيمبو دلوقتي، بيلعبوا بروقان بعد التعويض بثلاث أهداف، بعد تأخر بهدفين عادوا وسجلوا، وثلاث أهداف متتالية، ثلاث أهداف ورا بعض، عملوا ريمونتادا كبيرة قبل نهاية الشوط الأول، وأصبحت نتيجة 3-2 لسفراء الشمال، ومرتدة تاني، وطولت طولت. إذن ضربة تماس لمصلحة فريق المهندسين اللي كان متقدم بهدفين في أول خمس دقائق في اللقاء، الاثنين كانوا من ضربتين جزاء،
نتيجة الحماس الزائد اللي بدأ به اللقاء سعد العلي، فاتعمل ضربة الجزاء لكن دخل، تم تسجيل الهدفين ولكن سرعان ما عاد الفريق، عادوا بقوة وتمكن مرة تانية. يا سلام المرتدة، وفرصة فرصة فرصة، لقاها لقاها عزيزي المشاهد، لقاها لعبد الجواد الحارس. نهاية لشوط أول، عنوانه باللون الأبيض، عنوانه لسفراء الشمال بثلاث أهداف مقابل هدفين لربطة المهندسين السوريين. راحت ما بين شوطي اللقاء ونعود معكم بمشيئة الله، لا تذهبوا بعيدا. عودة مرة تانية للشوط الثاني ما بين سفراء الشمال السوري ورابطة المهندسين، والنتيجة 3-2 لسفراء الشمال السوري. الكرة لعلي الخضر، وفي بيطالبوا بلمسة يد لكن غير موجودة،
عبد الفتاح بتطلع الكرة منه أوتسايد لصالح سفراء الشمال. باصة كده جميلة، يا سلام على اللمة علي الخضري، يا راجل يا راجل يا راجل لازم تجيبها. وعلي الخضري مرة تانية في محاولة، مرة تانية وثالثة، والكرة مش عايزة تدخل، الكرة تعبة انها تدخل، فيها رعونة شوية من علي الخضري، يعني بطء كده في ان هو يسجل، والقائم كمان بيتعاطف مع رابطة المهندسين، وتطلع الكرة رمية مرمى. عبد الجواد على تنفيذ، عبد الجواد يلعبها طولية توصل قدام لطارق، لكن مقطوعة من سفراء الشمال. حلوة علي الخضر اللي بتطول منه مرة تانية، عبد القادر يضغط على الكرة يطلعها اوتسايد. الكرة من عبد الفتاح مع فتاح، شوطة تسديدة، عبد القادر يتصدى لها وهنا تطلع اوتسايد. لحقها لحقها عبد الكريم، محمد المعين عفوا، محمد العمر، تمريرة عبد الفتاح، عبد الفتاح بيحضر يشوط لكن بيزقها كده توصل لمحمد المنيع، محمد العمر عفوا، يا سلام لمة والتانية، وعبد الناصر الهداف، عبد الناصر المقاتل، تطلع الكرة ضربة ركنية، عبد الناصر على التنفيذ، موجود عبد القادر لكن تخبط وتطلع اوتسايد، خبطت في فواز وطلعت اوتسايد، عبد القادر بروح رياضيه كده بيرجعها لحارس المرمى، ما يلحقهاش وتطلع اوتسايد. علي الخضر، عبد القادر، تمرير تسديده من عبد القادر، عبد الناصر دفع كده لكن الحكم بيقول ما فيهاش حاجه، ورميت او ركله تماس. فواز تمريرات، لسه ما زال السفراء متقدمين، الحارس محمد العمر، عبد الناصر الهداف المقاتل، عبد الناصر من بعيد تخبط في ايده لكن الحكم بيقول كمل، محمد المعين مره ثانيه مره ثالثه وبيشوط وبيتلم بسرعه، طارق طارق مع الكره يرجعها لفواز، فواز عبد الكريم لفواز لكن مقطوعة من عبد الناصر، الباس محمد المعين، علي الخضر، علي الخضر فين بقى، فين الانتشار الصح، وقف قدامه عبد القادر بالمهارة، عبد القادر ناحية، اوه النيران الصديقة، لكن من حظه تطلع فوق القائم، رمي التماس عبد القادر، محمد المعين، يا سلام عليك يا ابني يا هندسه، لا 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 لا، جون عاقل قوي، بص بسرعه وحطها في اخر الزاويه البعيده، محمد المعين، جون جميل جميل جميل، 4-2 يزيد سفراء الشمال السوري التقدم. تبديل، ينزل راتب، يخرج عبد الفتاح، راتب في اول لمسه ليه بعد التبديل، محتار يباص لمين، ممسوكين كويس الدفاع لكن 1-2 جميله، وفواز لكن محمد العمر هايل يا ابني، والكره تتكعبل في رجله وتطلع ركله تماس، راتب على التنفيذ، طارق لكن اي حاجه قدام السد المنيع، فواز يبصيها لراتب، راتب هيعملها لكن محمد العمر مرة تانية كده، 2 مقابل الحارس
هنشوف هيعملوا ايه. محمد المعين العائل يجيب تاني جون على التوالي لي، وخمسة اتنين تكتمل الخماسية للسفراء الشمال السوري. سفراء الشمال السوري يزيدون ويهيمنون ويسيطرون. خمسة اتنين. فواز لراتب، لازم يكون في تحضير احسن من كده. شايف في تبديل لسفراء الشمال السوري، نزل سعد العلي، صمام الامان ابو سلمان، راتب، فواز، تمريره لفواز عفوا، كره تطلع اوتسايد. فواز لطارق، طارق يستلم مره ثانيه، تمريرات لسه بدون جدوى، راتب، كل ده في منطقة ما فيش منها أي خطورة، قرر يشوط لكن الكرة ترتد. علي الخضر، يلا يا علي، ما تزودها زي كل مرة، ما تزودها زي كل مرة. وفعلا يعني فعلا محمد المعين بيتعصب وليه حق، لأن كل مرة هو يعمل نفس الكلام، يزودها بيزودها علي الخضر. لعيب مهاري، اللعيبة المهارية دي مشكلته. او كان هياخد واحده برجليه كده، عادل الخضر ياخدها، لازم يصالح زمايله، لازم يصالح زمايله، صالحها قدام محمد المعين. محمد المعين بيلم لكن موجود الدفاع بشكل جيد. محمد المعين يرجع، ويا سلام يا ابو سلمان، بعيده خالص ابو سلمان دي. فواز لكن لعبد الناصر ومحمد المعين، هكذا تنهي الهجمات. بيقول له شوف هو كده خلص اللمسه على طول. السداسيه 6 2، حصيله اهداف كبيره. وادي الجماهير بتطالب حارس المرمى ان يكون اكثر يقظه، لكن 6 جوان حصيله المباراه الى الان. راتب وراغب نزل الملعب، طارق خلص يا طارق، راتب، يا سلام، ده عبد الفتاح عفوا، كان عبد الفتاح، اتزحلق راغب بشكل كوميدي. ومحمد المعين، ولكن المرة دي الحارس يرد على المشككين. الحارس عبد الجواد، وادي مرة تانية يمسكها. راتب اللي بيسلم الكرة لعبد الناصر بمنتهى السلاسة. وسلمان والهداف محمد المعين. 7-2، حصيلة 4 أهداف لصالح محمد المعين. هداف بدرجة جيدة جدا. بعد تمريرة من عبد الناصر. راغب لكن موجود سلمان. كرة ضربة ركنية، عفوا ركلة مرمى. سعد العلي، سعد العلي مع الكرة، ارفع وشك وشوف هتلعب لمين، لعيبه اي حاجه، توصل لعبد الفتاح، مقطوعه مره ثانيه. عبد الناصر هداف برضه، لكن القائم يتعاطف المره دي. عبد الناصر هداف. راغب يفايق كده ويستلم الكره بشكل احلى، لكن موجود الكابيتانو سلمان الفنان. راغب بيمرر تمريره، يلا يا راجل، مش محتاجه، مش محتاجه، لف وشوط على طول. عبد الفتاح، جود شوت لكن التصدي ليها كان اروع. عبد الناصر هجمه الواحد اثنين على واحد، محمد المعين اوه على الشوطه، لكن الحارس عبد الجواد يتصدى ليها المره دي. عبد الفتاح يرجعها ال1 و2، وراتب، يلا يا راتب، دي ما توقفش يا راتب، لكن يحصل على ضربه ركنيه. راغب
عبد القادر اللي نزل مرة تانية بتسديدة، لكن عبد الجواد في الحراسة. راغب، عبد القادر يضغط والحارس عبد الجواد يمسكها على مرتين يديها الراغب. راغب يا سلام على اللمة، لكن أراها سلمان. محمد المعين التمريرة بالراحة كده، محمد المعين مرة تانية. يا سلام، عبد الجواد بقاله 3 4 دقايق شايل أكتر من 3 4 أجوان. زامل يطلعها أوتسايد، وهنا تبديل لينزل طارق مكان زامل. عبد القادر تمريرة، عبد الفتاح متصدي ليها، طارق لعبد الفتاح، راغب في الناحية التانية، عفوا راتب في الناحية التانية، راتب يلم وسلمان في فاول، في فاول، في فاول، وسلمان بيعتذر. كل الروح الرياضية، الحكم بيقول هو الحكم حسبها على، هنشوف، هو حسبها على راتب، حسب الفاول على راتب، لان الحكم ما صفرش وهو وقف الكوره. ينزل تاني على الخضر ويطلع الهداف محمد المعين صاحب الاربع اهداف. محمد المعين نجم الشوط الثاني. علي الخضر لازم تكون تفنيشك اسرع. يا سلام على التمريره وسعد العلي، عبد الجواد مش ممكن، سوبر ستار في اخر 5 دقائق ما شاء الله. التمريره يا سلام، يرجع عبد القادر، عبد القادر هو 2-1، سلمان الفنان، سلمان اوه، عبد القادر اتعادى من علي الخضر، لكن ترجع له هيعمل ايه؟ اتعادى من علي الخضر. وعبد الجواد هيعمل ايه اكتر من كده؟ الباصه توصل لراتب قدامه، عبد الفتاح طارق، وعبد الفتاح فتح له الناحيه الثانيه، ادى لطارق، هيعمل ايه؟ لا 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 لا، اتاخرت اولا، راتب اتاخر في التمريره، المفروض ده عبد الفتاح يكون اسرع، المفروض طارق ينهي بشكل اسرع كمان وينهي بشكل فردي، الطمع مسموح في الحالات دي. راتب بيلف ويباص كعب كده برجله طارق، والكره تطلع اوتسايد مره ثانيه. سلمان يا سلام، سعد العلي، لكن يتزحلق، توصل لعلي الخضر المهاري، يلا يا علي، علي يا علي، علي يا علي، ما زلت بتزودها يا علي. وبا عبد الفتاح، ربنا يفتح عليك. توصل لسعد، عايز يعدي لكن راتب موجود. راتب توصل لعبد الفتاح، طارق، عبد الفتاح لسه معاك كرة، ما فيهاش حاجة، الحكم بيقول كمل وتطلع اوتسايد. الحكم يسمح ببعض الخشونة، في بعض الخشونة مسموح بيها، وده عشان المباراة تمشي، ده صح مش غلط. راتب اللي بيقدر يستخلص الكرة، يلا بقى يا راغب، يا راغب ما تزودهاش يا راغب، علي الخضر اللي بيزودها برضو، راتب وراغب وهنا، لكن الكرة تأبى، يلعبها بسرعة علي الخضر، وجود باس لعبد القادر، هيباص لسعد ولا هيطمع فيها؟ لا عمل ده ولا عمل ده. علي الخضر يستخلصها مرة تانية، سلمان على التسديد، سلمان في التمرير، سعد العالي في التسجيل، و 8-2 سفراء الشمال السوري، نجوم وحصيلة كبيرة، 8-2. تسديدة لكن غير موفقة، الحارس محمد العمر
يا سلام على الباس يا فنان، فنان اللي قال عليك فنان. عبد القادر، عبد الفتاح، يلا يلا عبد الفتاح زامل اللي نزل مرة تانية. في الكرة في الاوتسايد وحلوة، لكن اوه ويمسكها على طول زامل كده فيرست تايم، لكن يمسكها محمد العمر. يا سلام عبد الكريم نازل بحماس، الكرة تطلع اوتسايد. زامل تمريرة مقرية من علي الخضر، علي مع سعد العلي الناحية الثانية. يا سلام 9-2 9-2، نتيجة كبيرة للسفراء الشمال السوري. تسعة اثنين. ينزل تاني الهداف محمد المعين الغزال الاسمر. زامل تمريره وادي راغب. محمد المعين يا سلام على اللفه ويلم مره ثانيه والاثنين اوبا. لا لا لا، عبد الجواد يا جماعه، عبد الجواد يا جماعه عامل مباراه غير. عبد الناصر هيرجع يلم كورته، تطلع اوتسايد، الحكم ما صفرش لكن هم قرروا. تمريرات، يلا يلا بينا يلا بينا. محمد العمر حتى مش عايز يخليهم يسجلوا اي هدف بعد الهدفين. عبد الكريم، لكن عبد الناصر، لا عبد الناصر مش انت اللي تعمل كده. عبد الكريم، هل هنوصل لدسة الاهداف النهارده في احد الفريقين؟ عبد الكريم وادي لوحده خالص، الفنان محمد المعين جاله المايسترو، بيتعزموا على بعض ومفيش اي دفاع. ومحمد المعين يا راجل يا راجل، عبد الجواد شايل الفرقه لوحده. ده يعني الصوره اللي فاتت دي كانت ابلغ صوره، ولا واحد رجع وهو لوحده اللي فضل يقاتل وقدر يطلع الكوره اوتسايد. علي الخضر، عبد الناصر، الكرة تطلع اوتسايد. سلموا حتى القائم واقف مع عبد الجواد. شوطة مش ولا اروع من المايسترو الفنان راغب، ومقطوعة من عبد الناصر المقاتل. عبد الفتاح يستلمها راغب كده، هيلف ويشوط، لف وشاط وحلوة، لكن محمد العمر كان لها في الموعد. سلمان الكابيتانو، عبد الفتاح وسلمان، عبد الناصر والكرة اوتسايد. محمد المعين، اوه عبد الجواد، عبد الجواد، عبد الجواد من هنا للصبح. عبد الفتاح وزامل، لا هو يعني عشان الملعب ابعده في الهاند بول فهو اختلط عليه الامر. اللاعب هاند بول زامل بيوقفها بايده. مارادونا لما عملها عملها يعني بذكاء اكتر من كده. محمد المعين والشوط،
محمد المعين دون رحمة ودون هوادة. علي الخضر، يا السلام عبد الناصر، بص ارفع عينك، ارفع عينك، ورفع عينه العاشر. 10-2 زامل بيتكلم مع طارق بيقوله لازم ترجع تدافع. هنا عبد القادر لعلي الخضر، يعني رابطه المهندسين لازم يربطوا شويه مع بعض، يتربطوا مع بعض شويه، الكره ما بتلحقش. طارق منفرد، طارق بيشوطها في جسم الجون وبتطلع ركله تماس. عبد المعين لكن مقريه من عبد الكريم. طارق اسرع شويه، عبد الناصر هتعمل فيها ايه؟ هتعمل فيها ايه؟ خلاص خلصت، لكن عبد الجواد، عبد الجواد السد المنيع، عبد الجواد الوحش، عبد الجواد اللي شايل الى الان النتيجه ممكن كانت توصل ل 15. الكره ما بتلحقش تقعد في ريد رابطه المهندسين، وصلت لعبد الناصر وكالعاده عبد الجواد لوحده، عبد الجواد لكن المره دي زامل يظهر في الصوره، تخبط الكره فيه. 3-1 هيستغلوها ازاي؟ ما استغلوهاش، رجعوا وخدوا الكره. عبد الناصر يا سلام على التمريرات والتقسيمات والاهداف وال11 هدف. 11-2 حتى عبد الجواد بقى بيحييهم، يعني خلاص يئس عبد الجواد من كثر الدفاع. وتنتهي المباراه 11-2 الى الان. ربط سفراء الشمال السوري 11 ورابطه المهندسين السوريين 2. الى اللقاء في المباراه القادمه ان شاء الله مع جنرال.